تويتر دلوقتي وانا ما قريتش ولا كلمه. الحمد لله دي حاجه كويسه ان انا بقى ترين اصلا ما عنديش تويتر بقى. انا نسيت اقول صحيح يا جماعه، انا ما عنديش تويتر ولا كان عندي إيه؟ تويتر في يوم من الايام، ولا في يوم من الايام هيبقى عندي تويتر. واي حد اسمه محمد بركات في تويتر وهيرد يعني الموضوع ده انا بتكلم فيه رابع مره خامس مره. انت عندك ايه بس انا عندي بس انستجرام بس ولا فيسبوك ولا تويتر؟ لا، هو موثق الانستجرام بتاعي وكل حاجه تمام، هو انستجرام بس. ليه؟ لان تويتر ده ما قبل كده هو راجل، انا اتكلمت واحد جايب باسم محمد بركات وبيتكلم وبتاع والناس منطلقه معاه، فخلاص واحد لدرجه ان انا مره عماد متعب لقيته بيرد عليه ومش عارف وفهد العتيبي ومش عارف يعني ناس بيتكلموا بيردوا عليه. فانا كانوا بيجوا يقولوا لي الكلام ده، انا يا جماعه خلاص الراجل اخباره ايه؟ قالوا لي لا الراجل محترم جدا وبتاع وما بيقولش حاجه ولا بتاع وبيتكلم كلام كويس. خلاص ماشي بيتكلم كلام كويس وبتاع، لا مفيش حاجه اسمها خلاص ماشي. وانا بقى مش في دماغي بقى، انا ما اعرفش ايه دوت، انا فاكر زي ما هو واحد بيخش بيتكلم وانا ما اعرفش ايه دوت. بيقول لك انا داخل اغرض على بتغرضوا برضه احنا بنغرض على بتغرضوا صح؟ لا انا ما فيش تغريد على انستغرام، هتغرض دلوقتي تغريد. فجأة ابتدى بقى الراجل شويه يخبط في فلان وشويه يخبط في علان وتنزل بصورتك اللي هي الصوره اللي فيها بدله دي. فاتكلمت مره واثنين وثلاثه وعشر، انا ما عنديش تويتر، انا ما عنديش تويتر، ما عندكش غير انستجرام بس. انستجرام بس. فبدات ابتدي اخد بقى اجراءات يعني، قالوا لي لا انت ممكن تاخد اجراءات تبتدي توقف وتشوف مين دوت وبتاع وتوقف. فانا واخد السكه دهيت بقالي دلوقتي مثلا حوالي اسبوعين ثلاثه عشان اشوف علشان بالك في الاخر نوقف الكلام دوت وديت هتبقى مشكله طبعا. فاهم انت؟ دي هتبقى مشكله كبيرة. ان الناس تبقى فاكره ان للمره العام مليون ما عنديش ده بقى اسلام. بص انت بتطلع كل يوم والله كل ما هطلع اقول لهم كل ما تطلع ايه ده انا بقول على تويتر فاكرين بركات ما قال ما عندوش اول ما تيجي سيره تويتر كده. طب معلش ممكن ناخد شويه اسئله.